بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا مرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده هيكون مباراه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي امام بيراميدز في الجوله رقم 11 من الدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي هتقام باستاد القاهره، وهي بالتاكيد مباراه مهمه جدا جدا لاستعاده الانتصارات، لاثبات الذات، استعاده الثقه، استعاده ثقه الجماهير مره اخرى، ومصالحه الجماهير والمنافسه بقوه على قمه الدوري، والعوده مره اخرى منفردا على قمه جدول المسابقه ان شاء الله. قبل ما نروح المباراه عايز اتكلم في حاجه او على بعض الموضوعات عايز اعلق عليها واللي موجوده على الساحه الكرويه حاليا. في شخص رايح جاي عمال يقول لك ايه ده الاهلي بيقلدني، ده الخطيب بيقلدني، ماشي ليه وفين وازاي محدش يعرف، لكن انت معاك حق، الاهلي فعلا بيقلدك والخطيب بيقلدك، بس قول لنا في ايه. تعالى بقى انا اقول لك في ايه، اقول لك على التقليد اللي انت بتعاني منه. هو فعلا الاهلي بيقلدك وفعلا الكابتن الخطيب بيقلدك، والدليل كابتن الخطيب قلدك لما هيفتتح ان شاء الله الفرع الرابع للاهلي في التجمع الخامس. خطيب قلدك لما جاب اكتر من راعي رسمي للنادي الاهلي. خطيب قلدك لما جاب بطولتين افريقيا ورا بعض. خطيب قلدك لما انت بتشتم جماهيرك على الهوا، تشتم رموز كتير على الهوا، تخرج عن النص كتير جدا على الهوا. كابتن خطيب قلدك لما تعزم على افتتاح وختام كاس العالم في قطر 2022، ولما سئلت قلت انا ممنوع من السفر. ممنوع من السفر دي احنا عارفينها. خطيب قلدك لما كل اللعيبه علقوا كل الميداليات حوالين رقبته في مشهد تاريخي لم ولن يتكرر. خطيب قلدك زمان لما فاز بلقب احسن لاعب في افريقيا. خطيب قلدك في تكريم ابو ظبي. خطيب قلدك لما انشك شركات الاهلي الثلاثه. خطيب قلدك لما يكون في عهده ميزانيه النادي تقترب من 3 مليار جنيه. خطيب قلدك لما زار اليابان والسعوديه والامارات والكويت وفرنسا والمغرب وتونس ودول افريقيه كتير وغيرهم، وتم استقباله استقبال يليق باسطوره من اساطير مصر والنادي الاهلي. خطيب قلدك وهو بيتفاوض على الهوا مع اللعيبه بيحاول استرضائهم. خطيب قلدك لما حب يفسخ عقد لعيب من لعيبته على الهوا. لا ولسه الخطيب هيقلدك ويقلدك طالما خيالك موديك لده، وعايزين الخيال ده يفضل مستمر لان الخطيب فعلا بيقلدك. في حاجات كتير جدا الواحد مش حابب يتكلم فيها لانه مش عايز ينزلق لمستنقع مدعي الفضيله والشرف والوطنيه، وده اللي بيحصل من كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على فكره. يعني في ناس كتير جدا بتقعد تتكلم وتقول مفيش حد بيرد، مفيش حد من النادي الاهلي بيرد، طب الكابتن الخطيب يرد. كابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي واي حد منتمي للنادي الاهلي اكبر من الحاجات دي بكتير بكتير. رموز النادي الاهلي دي اساطير، والاساطير هيفضل يذكرها التاريخ، ولكن الشراذم لن يذكرها ابدا التاريخ. النادي الاهلي بيترفع في الرد عن على المهاترات والكلام اللي حضراتكم عارفينه، لان في فرق كبير جدا 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 بين النادي الاهلي واحترامي لجميع الانديه واي نادي تاني. وانتوا شايفين، حضراتكم شايفين، وحضراتكم انتوا اللي تقدروا تحكموا، مش انا اللي هقول. وانا ما بقولش كده عشان انا بنتمي للنادي الاهلي، لا انا بقول كده عشان دي حقيقه راسخه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، احنا كجماهير بنفتخر بيكم، بنفتخر بصمتكم، بنفتخر بحاجات كتير قوي 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 احنا عارفينها مش هنتكلم عليها، ولكن الصمت
احيانا بيكون اقوى من اي كلام. نروح بقى الموضوع تاني. اتكلمت فيه وهتكلم فيه تاني، هتكلم فيه تالت، وهتكلم فيه رابع. لان اللي بيتعرض له الحكام من اعلام المنافس ضغوط كبيره جدا 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 عشان حاجه واحده بس، استعاده الاحتواء. ايوه، عايزين الاحتواء يرجع مره تانية. كل همهم ازاي الحكام يضغطوا على الاهلي، ده الاهم بالنسبه لهم، وانا اخد اكتر من حقي. ولو اتحسبت اي مخالفه لصالح النادي الاهلي تلاقي التشكيك فيها من كل ناحيه. للاسف في بعض الحكام بيتاثروا، وده بيبقى واضح في بعض القرارات. احيانا بتبقى مؤثره، احيانا بتبقى مؤثره، بس انا مش عايز اخد دي يعني كانها مبرر. لا، ما باخدهاش مبرر، لكن انا بقول دايما اديني العداله، العداله للجميع. انا عايز حقي وادي المنافس حقه، يعني المنافس لو ليه حق ياخده مفيش مشكله، عايز تحتويه شويه زياده احتويه شويه زياده، بس انا اخد حقي، انا اخد حقي وادي كل واحد حقه واحتوي شويه اللي عايز يحتوى. انما اللي بيحصل من اعلام المنافس عشان الحكام يدوسوا على النادي الاهلي، ده بصراحه امر غير منطقي، وما بنسمعش اي حاجه، ما بنسمعش اي حاجه من اتحاد الكره ولا المسؤولين عن الحكام. طبعا النهارده ماتش الاهلي وبيراميدز تم الاستعانه بحكام اجانب، حكم او طاقم تحكيم بولندي اللي هو شيمون مارشنيك، اللي هو كان حكم ساحه وادار مباراه نهائي كاس العالم بين فرنسا والارجنتين، ومعاه رودسلاف سبيكا ومساعد اول، وادم ميشيل مساعد ثاني، وتوماس موشيل حكما لتقنيه الفيديو، وتوماس ميكنيك مساعدا له، ومحمد معروف حكما رابعا. الحكم ده مش اول مره يدير مباراه للنادي الاهلي، ادار قبل كده بعض المباريات للنادي الاهلي والنادي الاهلي والزمالك معا. طيب، اللي انا عايز اقوله ان جماهير النادي الاهلي اللي بنكن لها كل تقدير ومحبه واحترام، جمهور عظيم جدا جدا جدا. طبعا معانا على الهواء وصول حافله النادي الاهلي لملعب المباراه استاد القاهره، ده الملعب اللي هتقام عليه المباراه النهارده، وان شاء الله بالتوفيق والنصر النهارده باذن الله. لان انت النهارده مباراه زي ما بيقول كده مش عنق زجاجه، ولكن مباراه مهمه جدا جدا جدا، لان انت لازم تستغل تعثرات المنافس، لازم تستغل تعثر المنافس. النهارده فرصة كبيرة جدا 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 لعيبة النادي الأهلي لاستعادة القمة مرة أخرى منفردا. لازم أنا كلعيب في الملعب، ومعلش أنا بتكلم بصوت واحد من الجماهير وحاسس بإحساس اللعيب الفترة دي، عايزة زي ما عادت جماهير النادي الأهلي دائما التفاف من جماهير النادي الأهلي حوالين لاعبتها وحوالين فرقتها. أنا بختلف مع البعض اللي بيهاجم وبيهاجم بقسوة وأحيانا بيبقى فيها، وما أظنش إن دول أهلاوية، دول مندسين على جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي إحنا اتعودنا منها دايما المؤازرة والمساندة في المرة قبل الحلوة، هم دول جماهير النادي الأهلي، وهم دول جماهير النادي الأهلي اللي هيفضلوا ورا فرقتهم على طول. الفترة دي فترة صعبة جدا جدا جدا، الفترة دي فيها كمية ضغط مباريات للنادي الأهلي في شهر يناير لا تحصى ولا تعد. يعني لو قلنا على ماتشات النادي الأهلي في شهر يناير قبل ما يروح يمثل مصر وأفريقيا في كأس العالم للأندية، هيلعب 6-7 ماتشات بداية من النهاردة. الأول قبل ما نخش في الماتشات، من حق جمهور النادي الأهلي يزعل، أنا واحد منهم، ببقى زعلان طبعا، ببقى زعلان لما الفرقة تبقى يعني أثرت أو خسرت نقطة، خسرت نقطتين، بعدت شوية، مش في أفضل حالاتها أكيد. إنما أنا بتكلم على المجموعة اللي بتهاجم وبتشتم وبتسب اللعيبة، لا مش
دول ابدا ابدا لا ينتموا لجماهير النادي الاهلي، لان احنا عارفين مين هم جماهير النادي الاهلي الفتره دي وكل الفترات، اللي هي الفترات ما هي كل الفترات صعبه، بس الفتره دي صعوبه بتزيد شويه، وحضراتكم عارفين ومش لازم اتكلم، لازم كلنا نبقى ورا فرقتنا عادي. حقيقه واحد بعت لي بيقول لي ايه، بيقول لي بدل ما تتكلم عن كذا وكذا 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 انت عمال تطبطب اولا النادي الاهلي مش محتاج طبطب، النادي الاهلي مش محتاج طبطب، بنتكلم عن اخطاء، في اخطاء، المدير الفني بيطلع يتكلم على الاخطاء من قبل احنا ما بنتكلم او بعد احنا ما بنتكلم، في اخطاء وارده، الاخطاء في كل مباراه وارده، بس بنتكلم لما يكون في تقصير بنتكلم، لما بس انت عايزني ايه، اطلع هاجم واشتم وادوس على فرقتي؟ لا، مش احنا جماهير النادي الاهلي بنعمل كده، بالعكس احنا جماهير النادي الاهلي اللي تفضل ورا فرقتها في المره والحلوه، انتوا اللي عودتونا على كده وانتوا هتفضلوا كده وبقالكوا كتير كده، فالمندسين اللي جوه دول مش جماهير النادي الاهلي، اللي بيخشوا جوه جماهير النادي الاهلي ويهاجموا عشان يوقعوا الفرقه مش جماهير النادي الاهلي. في اخطاء، في اخطاء، والراجل معترف في كل مؤتمر صحفي معترف بالاخطاء وبيقول في اخطاء كذا واحد واثنين وثلاثه، واحنا بنقول هنا، بس انا خايف على فرقتي، خايف على النادي بتاعي، مش هدوس ان انا هد، لا، كل واحد من حقه يقول رايه، من حقه ينتقد، بس نقد بناء مش نقد هدام، نقد بناء مش نقد هدام، مش نقد بتجاوز، مش نقد باسلوب يسيء للجميع، لا، لان هم في الاخر في الاول وفي الاخر دول مين؟ دول لعيبه النادي الاهلي اللي بيمثلوا حاجه كبيره جدا 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 بالنسبه لنا، دول لعيبه النادي الاهلي اللي السنتين اللي فاتوا برغم خساره الدوري جايبين لنا اكتر من 7-8 بطولات، هم دول نفس لعيبه النادي الاهلي، هم دول اللي حتى لو هم في وقت من الاوقات مش الافضل احنا وراهم عشان يبقوا افضل، الافضل مش بالهجوم، مش بالسب، مش بالتجاوزات، لا لا، الافضل ازعل، من حق جماهير النادي الاهلي تزعل، واللعيب لازم يعرف ان الجماهير زعلانه، ولازم اللعيب لما ينزل حتى لو مش موفق، لا، اديني روحك، اديني روح الفانيلا الحمراء، وريني شخصيه لعيب النادي الاهلي، ده المطلوب من اللعيب، لو انا مش كويس، لا، في حاجات تانيه بتميزنا عن جميع الانديه ودايما بنتكلم عنها، احنا بنقعد نقول يقول لك شعارات ومش شعارات، لا، هي مش شعارات، وكل الانديه عارفه دي كويس قوي، حتى بعض الانديه لما بتكسب وتجيب جول في فوق ال 90 بعد الدقيقه 90 يقول لك ايه، روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء ظهرت النهارده معانا، الناس كلها عارفه، منافسينك وخصومك عارفين ايه هي روح الفانيلا الحمراء، اداني في ده اللي احنا عايزينه، لو انت مش موفق، لو الامور مش ماشيه معاك، لو مش انت الافضل، اديني روح الفانيلا الحمراء، العب بشخصيه الاهلي. تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق من استاد القاهره نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طمنا، ايه الاخبار عندك؟ يعني الاجواء اكثر من رائعه هنا في استاد القاهره، يمكن النادي الاهلي وصل منذ 10 دقائق، يمكن اللاعبين اول ما دخلوا على طول لاستاد القاهره ادوا صلاه المغرب، كمان عاوز اشيد بجمهور النادي الاهلي اللي موجود في المكان المخصص ليه في مدرجات الدرجه الشمال، موجود بعدد اكثر من رائع، يمكن كمان اشاده ان هم اول ما السيستم فتح بتاع حجز التذاكر كابتن ايمن يمكن تقريبا ساعه بالظبط كان جمهور الاهلي اشترك كامل الحصه المخصصه لفريق النادي الاهلي، زي ما احنا قلنا اعظم نادي في الكون اكيد هيكون كمان بيمتلك اعظم جمهور في الكون، يمكن النهارده كمان اليوم بادئ مبكرا جدا في فندق الاقامه، كان الفريق تناول وجبه الفطار في تمام العاشره صباحا، من بعدها كان بقى زي ما اتعودنا كده مع مستر كولر على طول بيبقى في فقره يعني استرتشات او فك عضلات خفيفه كده كانت الساعه 11 الصبح، بعد كده الفريق تناول وجبه الغداء في تمام الساعه الثالثه، كان في محاضره بقى للجهاز الفني كانت في تمام الرابعه والربع، يمكن مستر كولر يعني المحاضره ما بتزيدش عن ثلث ساعه بالظبط كابتن ايمن، اتكلم فيها طبعا عن اهميه المباراه واهم يعني نقاط القوه والضعف وخطه اللعب كمان ان شاء الله اللي ينوي تطبيقها في مباراه اليوم باذن الله رب العالمين، من بعدها على طول الفريق اتحرك من فندق
الاقامه الى استاد القاهره هنا، يمكن يعني الطريق ما اخدش اكتر من ثلث ساعه. الاجواء زي ما قلت لحضرتك اكثر من رائعه، حتى في تدريب امبارح التدريب الختامي كانت الاجواء اكثر من رائعه بين اللاعبين، حاله فنيه بدنيه اكثر من رائعه. يتبقى فقط بس توفيق ربنا ودعاء كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره. كمان عاوزين نشيد باستاد القاهره، يمكن ده الاستاد التاريخي كابتن ايمن اللي دايما لعبت عليه بتيشيرت النادي الاهلي. الاستاد يعني ارضيته اكثر من رائعه، كمان درجه الحراره بنتكلم في درجه حراره ما تزيدش عن 15 درجه مئويه، اعتقد جو اكثر من رائع. هنشوف مباراه كبيره النهارده، وكمان جمهور النادي الاهلي اللي بيزين جنبات استاد القاهره باذن الله النهارده يكون عند الموعد، وان شاء الله يعني زي ما اللاعبين يعملوا يعني مباراه كبيره في ارض الملعب، هم كمان يعملوا مباراه كبيره في المدرجات ويشجعوا من قبل بدايه المباراه حتى الدقيقه 90 ان شاء الله. وتحقيق الفوز في النهايه لفريق النادي الاهلي، كان فريق النادي الاهلي كان اول الواصلين الى ملعب المباراه، لسه لم يصل بعد فريق بيراميدز منافس الاهلي في مباراه اليوم، وكمان طاقم الحكام لم يصل بعد، ولكن يمكن يعني حالا دلوقتي وانا مع حضرتك فريق بيراميدز بيوصل حالا دلوقتي لارضيه الملعب، يمكن هيخشوا يشوفوا ارضيه الملعب. الجهاز الفني النادي الاهلي كان حريص اول ما وصل ارض الملعب هنا انه يطمن على الارضيه ويشوفها، خاصه انه كان اخر مباراه امام سيراميكا كليوباترا كانت على نفس الملعب، وكمان اشاد بيها الجهاز الفني. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله باداء مباراه قويه، وان شاء الله حظ ثلاث نقاط ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. كلمه كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق، وان شاء الله النهارده كل التوفيق للنادي الاهلي لتحقيق الفوز. طبعا زي ما كنت بتكلم قبل ما اتكلم مع محمد ان النادي الاهلي عنده مباريات مضغوطه كتير جدا 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 في شهر يناير، بدايه من مباراه بيراميدز النهارده، وبعدين هيلاعب انبي يوم الخميس يعني كمان 3 ايام، و12 هيلاعب المصري في برج العرب، وبعدين هيلاعب نادي سموحه في نصف نهائي كاس مصر يوم 17 يناير، وبعدين هيلاعب نادي الزمالك بعديها باربع ايام يوم 21 يناير، وبعدين البنك الاهلي يوم 24 يناير بعديها بثلاث ايام، وبعدين حرس الحدود يوم 29 يناير. وان كنت انا قريت للكابتن عامر حسين تصريح بيقول فيه ان ماتش 29 يناير ده هيبقى صعب شويه انه يتلعب، لان النادي الاهلي عنده ماتش يوم 1 فبراير اللي هو اول مباراه له في كاس العالم للأندية. حاجات غريبة أحيانا بتحصل، وكأنك بتدوس وتعاقب الأهلي على تفوقه ورفعه اسم مصر عليا، اسم مصر عليا بره في المحافل الدولية. تعال يعني الفترة اللي جاية دي المفروض كلنا نقف ورا النادي الأهلي، المفروض نمد يد العون والمساعدة للنادي الأهلي، مش نزود الضغوط، مش نزود الضغوط على فرقة بترفع اسم مصر عليه. الفترة اللي جاية محتاجة مساندة شوية من اتحاد الكرة ورابطة الأندية. تعالوا نشوف تقرير عن مباريات النادي الأهلي في يناير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. بداية المباريات النهاردة شهر يناير وفي تاني أيام السنة، كل سنة وحضراتكم بخير، سنة كلها رحمة وبركة وسعادة لمصرنا الحبيبة والشعب المصري الحبيب وجماهير الأهلي العظيمة. النهاردة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي وصل للنمسا، صحبته الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق لإجراء جراحة غضروف الركبة النهاردة إن شاء الله الساعة 7 تحت إشراف الطبيب اللي أجرى جراحة الرباط الصليبي السنة اللي فاتت لأكرم توفيق. نتمنى ليهم السلامة مصطفى وأكرم، إن شاء الله يرجعوا لنا للملعب في أسرع وقت ويكسروا الدنيا بإذن الله رب العالمين. ماتش النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ماتش صعب، نتيجة المنافسة بين الفرقتين، وإحنا عارفين يعني المنافسة بين الفرقتين، وإن الماتش ده بيمثل بطولة خاصة لجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، زي ماتشات نادي الزمالك كده بالظبط. كلنا عارفين إن الماتش ده مهم جدا جدا جدا، وزادت اهميته كمان النهارده بعد خساره المنافس. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا. في حاجات واماكن ونعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع القطر، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي
نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للأرض، I'm
مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. اهلا كابتن ايمن. ازيك كابتن عبد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله رب. كابتن اسامه عربي. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. الله يخليك. اهلا بيك كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن. نورنا كابتن. ازيك كابتن احمد بلال؟ نورنا كابتن. ربنا يخليك كابتن ايمن. ايه الاخبار؟ سامي لي حاجه جديده ولا داخل فيلم جديد؟ لا ما لحقتش احلم. طيب كابتن شريف، مواجهه صعبه النهارده بين الاهلي وبيراميدز، ولكن يمكن انتوا قلتوا قبل كده في بعض المباريات بتبقى ليها طعم خاص، والنهارده النادي الاهلي زي ما هو عادته دائما وطلب بالفوز، ولكن بعد تعثر المنافس اليوم امام اسوان لابد من استغلال هذا التعثر. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن ايمن، قلنا بالنسبه لاي منافس احنا بنلعبه ماتشات ما فيش حاجه سهله، كله زي بعض بالنسبة لي، إلى أن أكون أنا ليا سبق التقدم في المباراة والتهديف وحافظ على نقاط المباراة الثلاثة. هو ده الوضع الوحيد اللي احنا بنبص فيه للمنافس. بنحترم كل المنافسين اللي احنا بنلعبهم. بتحترم أدائك أنت نفسه، أدائك أنت اللي بيفقد أي فرقة بتلعبك، حتى لو لما بنلعب في كأس العالم للأندية بيبقى لنا احنا السبق، بيبقى لنا احنا الرغبة في الفوز. الحاجة التانية اللي عايز أكلمك فيها بالنسبة لتأخر منافس أو عدم تأخر منافس أو المنافسة عموما، إحنا عمرنا أيمن ما بصينا للمنافس ولا بصينا لحاجة، كنا بنبص لنفسنا بس. إحنا طول عمرنا بنفرق وما بنبصش ورا. عمر النادي الأهلي ما بص ورا، طول عمر النادي الأهلي بيبص لقدام، شوف أداؤه هو ولعبه هو وفوزه هو، ملوش دعوة بغيره، غيره عمره ما هيأثر عليا. ولا عمرنا كنا كده، ولا عمرنا هنبقى كده. احنا بنعدي بظروف اصابات، بنعدي بظروف ايقافات، بنعدي بظروف معينه، تثبيت التيم، لم اللعيبه كلها في حاله بدنيه واحده، بتقدر تعمل اللي انت عايزه كله. يعني مفيش حاجه بتمنعك من انك انت تبقى داخل المباراه بشخصيه النادي الاهلي، انت شخصيه النادي الاهلي بلعيب النادي الاهلي، هو حاجه واحده بس، احنا لما بنتعادل الدنيا بتقوم وتقعد. صحيح. مش لما بيحصل تاخر في النتيجه لا قدر الله. انا ماليش دعوه باي منافس، انا اللي ليا دعوه بنفسي انا بس، اللي انا استغلال نفسي. يتاخر اي حد بنفسك او اي حاجه يديك انت دفع اقوى، تبقى انت عندك الدافع القوي الاكثر، تلعب باعصاب حتى مش الفكر من انهاء الهجمه بسرعه، لا، في هدوء في ادائك، في ثقه في ادائك، في شخصيه في ادائك. انت النهارده الدنيا ماشيه على اساس بتقول لك ان شاء الله انت البطوله دي والبطولات اللي جايه باذن الله بالمؤسسه اللي انت بتشتغل فيها عندها سيستم. انت السيستم اللي بتشتغل بيه ما يلاقكش من اي حاجه، حتى لو انت متاخر، حتى لو الظروف ضدك، وحصلت لنا سنين كتير قوي. ايه اللي كان بيرجعنا وايه اللي كان بيخلينا نحتفظ بالبطولات وايه اللي يخلينا في المكانه؟ لا صحيح، ما هو ماشي انا مع حضرتك في الكلام دوت، بس هي الناس بتبقى قلقانه متخوفه ان السيناريو اللي حصل السنتين اللي فاتوا يحصل مره ثانيه. عشان كده مسبب كله. لا لو احنا لو هنفتح اللي فات، مش كده بقول لك ما نبصش لورانا. أيه. احنا لو هنفتح اللي فات هنخش على فارات وهنخش على اصابات ومستشفيات وتحكيم وتحكيم لا 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 هنخش على حاجات. النهارده لما تاخروا بيطالبوا بتطبيق الوقت الضايع. أيه. بتاع كاس العالم. أيه. ما مش بتاع الهاني سليمان. انت فهمت ازاي؟ ما كانش احنا بنلعب الماتشات كلها نص ساعه الهاف تايم. ايوه. انت هتفتح ليش في الحاجات دي؟ لان الدنيا دواره. ايوه. انا مش شمتان في حد ولا بتكلم. لا 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 حد لا 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 زي ما قلت ولا احب اتحط في موقف اي حد. احنا بنبص لنفسنا بس. نبص ولكن لنفسنا. واللي بيقول الكلام ده ناس خبراء في الكوره. صحيح. واهلاويه وفاهمين الدنيا كويس قوي، من فضلكم احنا للامام، احنا مالناش دعوه. احنا اللي بيخلينا ناخد بطولاتنا ان احنا بنبص في ورقتنا بس. طول عمرنا كده، طول عمرنا عندنا الامكانيات لكده. احنا محتاجين ايه يا كابتن ايمن؟ ادام بقى فتحنا القلب بقى وبنتكلم، اللعيبه تبقى عندها الثقه بتاعتها المعهوده، كل لعيب يصدق نفسه وشخصيته وان لعب لعبه. مفيش اكتر من كده. لعيب اساسي على طول بقى احتياطي سنه مش عارف ايه الحاجات دي نتلاشاها بقى، يمكن الظروف اللي احنا بنتحط فيها دي تدفعنا للامام اكتر. تلخينا ننسى ان شاء الله، تلخينا نلغي اي تفكيرات معينه ممكن تعوقنا. فايدينا في ايدين بعض كلنا كده، وبنشجع اللعيبه كلها وبنشجع الدنيا كلها،
وورا اللعيبه زي ما انت كنت بتطلع في المقدمه كده وبتقول احنا دايما سبورت للعيبه والجهاز الفني وللدنيا كلها، لان هو ده النادي بتاعنا. صحيح. هو ده اذا كان الجمهور ورا ورا لعيبته في اي وضع. صحيح. ب 90 دقيقه بيقف يهلل وهو مغلوب الماتش اللي فات 1-0 والدنيا مش اي ما بتقعدش طبعا، وعندهم ثقه في اللعيبه ان هم حاسين بيهم وبيلعبوا عشانهم وعايزين يفرحوهم. ايوه اللعيبه عايز تفرحهم برضو. الناس اللي بتروح دي والجماهير اللي في البيوت دي كلها، لو ده في امكانيه النهارده ما تلاقيش مكان في الاستاد. صح ولا انا غلط يعني؟ صحيح. فاحنا كده باذن الله طريقه الاهلي المعهوده. الراجل ابتدى بقى على اعتقد فهم الدنيا كويس قوي، القماشه اللي تحت ايده يقدر يدورها ازاي ويقدر يشتغل فيها ازاي. توفيق لكل اللعيبه، حاله بدنيه كويس قوي، انهاء المباراه من بدري. وانسى انت بتلعب مع مين، انت بتلعب الشخصيه بتاعتك. انت شخصيتك هي اللي بتبقى في الملعب، ودي اللي انا بنادي بيها دايما. كل لعيب يثق في نفسه. اللعيبه دي ادتني حاجات وعملوا حاجات في وبطولات. ها صحيح. بحاجات غير متوقعه، يكسبوا الوداد في الوداد، مظبوط، يكسبوا تونس في تونس، موقف صعب جدا. هم نفس اللعيبه الحقيقة. الهلال في كاس العالم 4 بطل المكسيك في البدايه بدون اللعيبه الدوليين، بدون اي حد. صحيح. محمد هاني بيجيب جول، يعني مفيش حاجه احنا ما بننساش حاجه بالتايم والوقت واللعبه، خدت بالك، والقفشه والقضيه، يعني كل ده. النهارده على فكره تاريخ بطوله افريقيا اللي احنا خدناها، فاكر الحاوي لما راح واخدها، كنا في تونس لما كسبنا 2-1. النهارده التاريخ ده، النهارده عيد ميلاد البطوله دي، النهارده بتاعتنا كانت السبعه. ايوه العيد، البطوله السبعه اللي خدناها في تونس 2-1. ايوه كابتن، تفتكر جده وحمدي السيد. كان حمدي السيد سيد حمدي سحب الكره من ناحيه الشمال وبالعرض لجده، وجده والحاوي بيحط الكره وينزل ابو تريكه باين ضيع بنت يا عادل. فالدنيا كلها ان شاء الله هتبقى على حسب حب الجماهير وهوى الجماهير باذن الله. بمناسبه الجماهير يا كابتن شريف، جماهير النادي الاهلي النهارده منوره الاستاد، استاد القاهره، وزي ما تعودنا منها دايما هي الجماهير قدامنا هنا على الشاشه. ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. نتمنى عوده الجماهير مره اخرى للمدرجات. هتلاقوا كل ماتش جماهير النادي الاهلي ماليه المدرجات، ومفيش اجمل من اليوم ده انك انت تسعدهم فيه. طبعا لاسباب كتير قوي. طبعا فهمتني؟ صحيح. فبالتوفيق ان شاء الله. كابتن اسامه، مواجهه صعبه جدا بين الاهلي وبيراميدز، بس خليني اتكلم الاول على عظمه جمهور النادي الاهلي اللي موجود في المدرجات. لا ما في احنا في زعل، بس وراك، مش هسيبك، لان انا وانت وجهين لعمله واحده. مظبوط. وانا وانت بنحب الكيان، نحب النادي الاهلي العظيم. صحيح. يعني دي خلاص بقت يعني حاجه بنتكلم عليها في كل مناسبه وفي كل استوديو وفي ومن عشرات السنين، مش من ساعه ما النادي الاهلي انشئ. جماهيره ما فيش شك هي العنصر المهم جدا في بطولاته. صحيح. كل العناصر مهمه، من اداره، من امكانيات ماديه، من لاعبين، من اجهزه فنيه، ولكن العنصر الداعم الاول هو جمهور النادي الاهلي. فمش غريب عليه. احنا اتحطينا، احنا لسه في الاسبوع ال 11 النهارده، يعني لسه 24 اسبوع ولا 23 اسبوع، في مواقف اصعب من دي بكتير. صحيح. وانا وانت ومش عارف عادل كان معانا ولا لا. لا انا بتكلم على الموسم اللي هو خدنا فيه الدوري والزمالك سبقنا ب 11 نقطه. ب 11 نقطه كان اللي هو فريق الاحلام بتاع الزمالك. أيوة. 96. الناس كانت 95. بتقفل الملعب كل ماتش رغم ان الفارق بيننا والزمالك سبقنا ب 11 او 12 نقطه. مظبوط. وشريف اكيد حضر مواقف ثانيه، وعادل وبلال وكان المباراه ساعتها بنقطتين مش بدلات، المباراه بنقطتين. مظبوط. ومع ذلك كل مباراه الملعب مقفول. مزبوط. سواء بنلعب في استاد القاهره. مزبوط. او خارج ملعبنا في اي حته، لغايه لما في الاخر قدرنا نكسب البطوله بخمس. فدي مواقف مش جديده على جماهير النادي الاهلي. الناس بتبقى زعلانه، طبيعي، لان هم متعودين على المكسب. الناس بس خلينا اكلمك في جزء برضه، يعني احنا كلنا زعلانين طبعا، بس احيانا كل بني ادم مختلف عن التاني. لما بتيجي تطلع زعلك احيانا، انت ممكن ما تزعلش مني، في بعض اللعيبه بتزعل من بعض ردود الافعال.
هو بص طبيعي زي ما اللعيب بياخد الحلو و يعني احنا مش هنتكلم طبعا على موضوع الرزق ده، ده حاجه بتاعت لا ربنا لا لا، لكن انا بتكلم هم محترفين وعاملين عقود يعني بيكسبوا من النواحي الماديه، هم في اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي، هم بياخدوا شهره، هم نجوم في المجتمع، هو واخد كل ده حلو، فطبيعي بقى الجمهور اللي هو ما بياخدش حاجه غير حبه للفرقه، اللي هو بس عايز يشوف الفرقه بتكسب، عايز اكيد في وقتها يبقى زعلان. أي. يعني ما هو لازم انا اتقبل دي، تتضايق ماشي، تتضايق في نفسك، تتضايق ان انت مزعل الجمهور، تتضايق منك انت مثلا مقصر ماشي، ولكن لابد ان انا اعطي الحق للجماهير ان هي في اوقات بتزعل، بس هي المشكله في ايه؟ ان ممكن بعض الناس تطلع سلوك ما يبقاش مقبول، هو ده اللي ممكن احيانا يزعلك شويه، حد مثلا مواجهه مباشره يشتم حد ما نحبهاش، حد مثلا يعلق بتعليق فيه تريقه ما بنحبهاش، لكن ان الجمهور تبقى زعلانه متضايقه منك شويه ده لازم تتقبله زي ما بتتقبل الحلو. واحنا قلنا في المباراه الواحده، بس المباراه الواحده اللعيب بيبقى الجمهور قالب عليه ومتضايق منه، بعديها بثانيه يعمل كره تمريره حلوه، ولا لو كان حارس بيصد صده حلوه، او لعيب بيجيب جون، بتلاقي كل الناس بتشيله وبتتغنى بيه في نفس اللحظه اللي كانوا يمكن قبليها بيوجهوا اللوم ليه. فالجماهير من حقها ان احيانا تزعل، ولكن احنا بس ما بنحبش الاسلوب الخارج، لكن هم الداعم الاول لينا في طوال تاريخنا وبرضه في كل الاوقات اللي جايه، ونحن بنتمنى ان نسعدهم طبعا اللاعبين اللي هم المسؤولين كمسؤوليه مباشره، لان هم اللي بيلعبوا هم اول ناس يعني. فاللعيبه اللي بتزعل انا بقول لهم زي ما الجمهور بيفرحكم لازم في وقت الزعل لازم تستحملوا يعني، فدي نقطه مهمه جدا. المواجهه بقى النهارده، مواجهه النهارده مواجهه صعبه طبعا، مواجهه كبيره، لانه بيراميدز من الفرق اللي عندها قوام جيد في تشكيلهم، يعني يمكن هم اقرب فرقه للاهلي والزمالك في عناصر اللعيبه، يعني ممكن يكون في بعض الافراد في بعض الفرق الاخرى افضل من لعيبه اهلي وزمالك او افضل من لعيبه بيراميدز، لكن انا بتكلم على قوام القايمه نفسها كلها اللي هم ال 25 لاعب، وافضل الاهلي والزمالك يليهم بيراميدز، هم او هم الثلاثه اقرب الفرق لبعض، ويليهم بعد كده فيوتشر يعني. فالمواجهه بتبقى صعبه، والدليل على كده حتى في المباريات السابقه احنا لاعبين 15 مباراه، النادي الاهلي كسب 6 مرات وهم كسبوا 5 مرات. صحيح. ودي مفيش فرقه قريبه من الاهلي كده، يعني هتلاقي الفروق كبيره قوي بيننا، لو جبت اي فرقه في الجدول هتلاقي الفروق بعيده في بس الفوز. الفروق بتبقى بعيده طبعا نظرا لحداثه عهد بيراميدز. لا لا انا مش بتكلم على تاريخ او الاهلي، لا الاهلي بعيد خالص عن بيراميدز تاريخ وكيان. لا انا بتكلم عن النتائج، انا بتكلم عن النتائج، لكن انا اقصد النتائج مع فريق بيراميدز قريبه، يعني بس عشان هم حديث العهد يعني، هم ما لهمش كذا سنه. لا انا فاهم، هم قريبين في السنه. طبعا دي تتحط في الاعتبار، بس انا بتكلم انت لعبت 15 مواجهه، انت كسبان 6 مرات وهو كسبان 5 مرات. انت جاي 4 تعادل، طبعا احنا الاثنين الاربعه تعادل يعني، انت جايب فيه 17 هدف في نديه وداخل فيك 11. أيوة. هو جايب 11 وعليه 17، يعني الامور فيها نديه. انا اقصد كده. أيوة. وكمان هم بيراميدز تحديدا كمان في مباريات الاهلي بيبقوا اكثر تركيزا واكثر اصرارا على انه يكسبوا او أيوة. فدي كمان بتعمل صعوبه. هم قريبين في الجدول، هم عندهم 20 نقطه، انت عندك 24 نقطه، الامور قريبه. المباراة الأخيرة هم ليهم الاتحاد كسبوا 3-0، عملوا مباراة جيدة. صحيح. يمكن قبلها ساعات بيخسروا من فرق سهلة قوي، لكن معانا تحديدا بيركزوا جدا. مظبوط. فهي المباراة صعبة، لكن النادي الأهلي لو في الحالة الطبيعية بتاعته، وأنا أتفق مع كابتن شريف لما بيقول أنت بص لنفسك أنت الأول، يعني أنت لما بتعمل اللي عليك لا هتبص مين اللي وراك، ولا هتبص مين فرقته قوية ومين. صحيح. انت بتلعب باسلوبك انت،
انت اللي بتجبر المنافسين انه يتحطوا في مواقف صعبه انه بيواجهوا النادي الاهلي، هم بيواجهوا اللعيبه اللي بتلعب منتخب، هم اللي بيواجهوا الجماهيريه الكبيره بتاعه الاهلي، هم اللي بيواجهوا الاهلي بتاريخه الكبير، فانت الفاعل ده غالبا صحيح. فانت لما بتبقى باين من الاول انك انت شرس وضاغط وكده بيبقى واضح ان ما تفرقش معاك اي فرقه، فهي المواجهه صعبه ما فيش شك، لكن اتمنى اللعيبه النهارده تكون في الحاله الطبيعيه بتاعتهم وان شاء الله يسهلوا المباراه على نفسهم يا رب ان شاء الله باذن الله. تتوقع تغييرات في التشكيل؟ هو مستر كولر بقاله كام ماتش بيعودنا على كده، بس هي. انا اعتقد ممكن يكون مثبت الفرقه النهارده اعتقد. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي حراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، قدامهم اثنين في وسط الملعب الدفاعي اليو ديانج وعمرو السوليه، ورباعي المقدمه برونو سافيو، كريم فؤاد، محمد مجدي وشادي حسين. مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج، عمرو السوليه، ورباعي المقدمه كريم فؤاد، برونو سافيو، محمد مجدي وشادي حسين. انا قبل ما عادل بس يتكلم، هو عمل تغييرتين، شال حسين الشحات وحط كريم فؤاد بالظبط، وشال حمدي فتحي وحط عمرو السوليه. ايوه بالظبط كده. احتياطي النادي الاهلي النهارده: علي لطفي لحراسه المرمى، محمود متولي، رامي ربيعه، احمد عبد القادر، محمد شريف، رأفت خليل، احمد نبيل كوكا، حسين الشحات، ومحمد فخري. كابتن عادل، مواجهه صعبه بين الاهلي وبيراميدز بيسعى فيها النادي الاهلي ومستر كولر لايقاف نزيف النقاط، وبخاصه بعد التعادل في المباراتين الاخيرتين. يعني احنا نتكلم على قدرات الفرقتين عاليه، ونتكلم على في فرقه بتعرف تلعب قدام فرقه، بيراميدز بيلعب قدام النادي الاهلي غير ما بيلعب قدام الفرقه. في احيانا تقدر تقول كده في فرقه كعبها بيبقى عالي في الماتش ده شويه، هو الحافز اعلى. حافز اقول لك ازاي؟ عندك في اكتر من لاعب في بيراميدز حافز ان هو ينتصر على النادي الاهلي موجود عنده تماما، عشان الانتقالات والكلام واللي حصل ده رقم واحد. بس بقى نرجع لحاجه مهمه قوي، يبقى هنا النادي الاهلي صاحب اليد العليا على بيراميدز، رغم ان بيراميدز جايب كان اعلى معدل ليه. ايوه هو بينزل كان في اعلى معدل ليه، وانت متسيد المباراه بفرق مباراه، بس انت الافضل. تعال بقى نرجع لمرجوعنا لحاجه تانية بقى، تلخيص وضعنا احنا علشان نلعب بيراميدز او نلعب اي فرقه تانية. ده المهم. يعني انا حتى افكر كتير ايه الموضوع، ان الناس زعلانه، ولا انت ماشي كويس، ولا انت مش كويس. بص، لقيت الامر يتلخص في 4 نقاط او 5 نقاط يا كابتن بالكتير قوي. النقطه الاولى، انا بكلمك على الحاجات اللي عندنا، انك لازم تبحث عن تثبيت تشكيلك، انت فاهمني. اتنين، لازم تأجل تفكير، أنا بتكلم على اللاعبين، تأجل التفكير في كأس العالم للأندية كلاعبين. تعرف ده شبح صعب جدا على اللعيبة، إنك أنت الفترة دي عاوز تعديها بدون إصابات عشان تروح تلعب في كأس العالم للأندية، فعدم التفكير في كأس العالم للأندية هيوفر إنك أنت هتأدي أداء كويس. رقم ثلاثة، تعويض المراكز الناقصة عندك، ودي حاجة مهمة، إذا كان من الداخل أو من الخارج، إنك في نواقص، في إصابات، في ناس مش تلعب معاك سنه بحالها، فانت لازم تعوض الحاجات دي. اخذ المباراه رقم 4 خطوه بعد خطوه. صح. ما تفكرليش في حتى النهارده، اوعى تفكر لي انك انت خصمك خسر، لا. انت لازم تكسب، كسب او خسر لازم تكسب، لازم تستغل الفرصه النهارده. العاده بتاعت النادي الاهلي، لو ركب في الدوري بلغه الكوره ودبدب ورا او دبدب ورا الفرقه الخصم بيقعوا. ده رقم 4. اخر حاجه بقى، ودي المهمه ولازم نتكلم فيها، اولا لازم الثقه للجمهور في اللاعبين، واحنا عارفين جمهورنا. وفي المقابل لازم اللاعبين
يقدموا الكفاح لجمهورهم. جمهور النادي الاهلي مش طالب منك الا الكفاح. واي حد لعب في النادي الاهلي من ساعه ما بدانا لغايه ما واحنا قاعدين قدامك دلوقتي، رقم واحد في النادي الاهلي انك تكافح الى اخر ثانيه. صحيح. هو انت ليه صاحب الاهداف الاخيره في الاوقات هو الموضوع ده عادي؟ لا طبعا. خلي بالكم الموضوع ده مش عادي تماما. الموضوع ده بيجي لانك انت عندك قوه شخصيه. يعني بص، الناس تقول لك الاهلي جاب الجون في الوقت الضايع فبيلخصوه عارف ايه؟ الاهلي محظوظ. لا، الناس مش فاهمه اللي بيتكلم كده. النادي الاهلي عنده قوه شخصيه، عنده عزيمه عاليه جدا، عنده كمان فكر انه لازم المكسب، انه وان واي لازم يكسب، والحاجه الاهم ثقه جمهوره الى اخر ثانيه. انت شفت الجمهور الى اخر ثانيه. عشان كده بقول لك اهم نقطه كفاح اللاعب علشان الجمهور. مظبوط. لانه جمهورك اهم، انا من وجهه نظر طبعا، اهم عنصر عندنا هو جمهور النادي الاهلي. صحيح. هو اللي بيقويك، هو اللي بيقف جنبك. مظبوط. عمره ما اهانك. ممكن يكون في حد بيتداخل، بس ده مش من الاهلي، خلي بالك. واحنا يمكن يا كابتن ايمن اتكلمنا في الموضوع ده كتير. احنا عارفين سلوك جمهور النادي الاهلي، مش عارفين، بنعرف اللي بيدخل وسط. يعني احنا عاملين زي الطوب الابيض، يعني لما بيبقى في حاجه بتبان فيه. احنا عارفين الجمهور بتاعنا عمره ما يهينك. صح. اللي بيدخل يهينك هو بس يزعل منك. ده حقه. ده حقه طبعا. ولانه ومن حقه ينتقد. حقه عادي جدا. هو. شوف، النادي الاهلي جمهوره، انا قلت لك العنصر الاول في النادي الاهلي هو جمهوره. بلا يعني احنا مش عاوزين نبالغ في الامر. انا بقول لك جمهور النادي الاهلي لو مش متواجد، يعني ما كانش يبقى في نادي اهلي بالشكل ده. فجمهورك رقم واحد، وهو الحق عليك انه يعمل ما بداله معاك، ولكن في ظل انه يقف جنبك لانك انت ياما فرحته. فهو طالب منك حاجه واحده بس. انا كمان انا بتكلم كجمهور النادي الاهلي دلوقتي. صحيح. انا طالب حاجه واحده بس، طالب الكفاح. الروح. روحك طبعاً. وكفاحك. الروح دي ياما كسبتها. اديني، انا قلتها وبعنيها، اديني روح النادي الاهلي. صح. مفيش فرقه تقف قصادي طبعا. لاني هتديني روح النادي الاهلي، اقول لك العوامل اللي عندي انا بقى. مزبوط. العوامل المساعده اللي عندي، عندي احسن لاعبين، عندي احسن اداره، عندي احسن شكل، عندي احسن 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 احسن. لو قعدت اعدلك هدخلك النادي الاهلي في يعني في منطقه تانية في اوروبا. لان هو اقرب الناس للاحتراف. بيديك حقك والحاجات كده كتير، ودول كمان يعززهم روح الفانيلا الحمراء. طبعا. ما هو كابتن، شخصيه النادي الاهلي، حاجه شخصيه النادي الاهلي ما بتجيش برضو اصل الاسم ده كفاح. بتقعد تشتغل، انت اشتغلت سنين وسنين. صحيح. وسنين على مبدأ ومبادئ. صحيح. انت المبدأ الاولاني عندك كنادي اهلي حاجة واحدة بس، انك انت الروح فلنتك. انت بنقولها كده، لكن انت علشان الاول. أيه. دائما البطل بيبقى روحه اعلى. فانت خلاص انت دخلتني، انت عودتني على الحال. فلما عارف احنا خدنا تالت عالم وبطولة كاس وسوبر ثلاثة والحاجات دي، الناس جمهور النادي الاهلي اتعود على نسيان البطوله بعد البطوله. نخلص من دي، عايز اللي يقول لك ده. بقول لك يا كابتن، الجديد ده لو اتعادل. لو اتعادل طب اقول لك حاجه، ادينا اتعادلنا، الجمهور زعلان جداً. وزعلان جدا 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 جدا، ومن حقه. ايوه من حقه طبعا. انا معاك، بس عارف ده بيديك، انا بتبسط. ايوه انا بتبسط ان وببقى زعلان، بتبسط من نفسي ان انا زعلان. عارف لو جالي اللامبالاه اللي انا لما اتعادل ابقى عادي، او لما اتغلب ابقى عادي. النهارده مباراه مهمه للنادي الاهلي طبعا. من وجهه نظري يعني مش هبالغ ان انا اقول لك نحسم الدوري بدري، لان انا فاهم الكوره وفاهم الناحيه الثانيه عامله ازاي. لو النهارده ماتش صعب. أيوة. للنادي الاهلي، وعندي كم ماتش سهل من وجهه نظره وجدول الترتيب. فلما يحصل كده الرعب هيبص، هتلاقي اخفاقات ونزول وحاجات، كل واحد هيتحط ببروازه.
النهارده ان شاء الله يشد حيلهم. انا حبيت بس اقول الكلمتين دول علشان نبدا المباراه ان شاء الله. كابتن بلال، يمكن ماتش النهارده بيحاول مستر كولر زي ما هو قال تحسين الاداء الفني وعمليه تصحيح الاخطاء اللي كانت موجوده المباراتين اللي فاتوا، من وجهه نظرك ايه اهم المشكلات الفنيه؟ هو مستر كولر اتكلم عن حاجتين، اتكلم عن حته الاهداف الضائعه الفرص المهدره، اتكلم عن التمريرات الكتير المفقوده. من وجهه نظرك ايه اهم المشكلات الفنيه اللي المفروض النهارده مستر كولر هيحاول تلافيها؟ شوف يا كابتن، الفرقه الكبيره يعني لما نيجي نتكلم عن المباراه اللي فاتت هنلاقي ان الاهلي الماتش اللي فات اضاع فرص كتير. ده معناه انه وصل بشكل مكرر على مرمى الخصم، يعني مرمى سيراميك كليوباترا، وكان يقدر يسجل هدفين وثلاثه خلال الماتش ده. عندك مشاكل بنتكلم، خليني اقف معاك في النقطه ديت علشان انا مش مختلف مع الكابتن اسامه، بس انا ليا وجهه نظر في حاجه معينه. في بعض الاوقات انا بقول الفوز هو الاهم، ثلاث نقاط هي الاهم. المباراه اللي فاتت من وجهه نظري المتواضعه جدا 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 افضل من الثلاث مباريات اللي قبلها، بما فيهم مباراه الاتحاد اللي انت كسبتها ثلاثه كويس، ولكن الناس زعلت جدا وتاثرت جدا 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 لان انت في الاخر طلعت واحد واحد. شوف بص يا كابتن، انت لما تبقى في سباق مع الخصم بيبقى الاهم المكسب. لما تبقى في سباق مع الخصم وانت رايح يعني نقطه نقطه او متساوي في النقاط، فالمهم بالنسبه لك انك تركز على المكسب. بعد المكسب بتدور على الاداء وده طبيعي، او مع المكسب بتدور على الاداء، مش عايزين نقول بعد ولا حاجه، بس ما جاش الاداء. لكن انت الاهم بالنسبه لك فارق النقاط، لانك بتلعب في دوري عام، بتلعب في دوري كل النقطه محسوبه عليك. انت لو في كاس خلاص خلص الماتش وطلعت بره والامور انتهت، لكن انت بتلعب في دوري عام كل نقطه محسوبه عليك، كل تعادل محسوب عليك. انت تتعادل ثلاث ماتشات تكسب قدامهم ماتش واحد، صح، بتعوض الثلاث ماتشات، تمام. فعايز اقول ان انت مهم جدا جدا في السباق بتاع الدوري العام المكاسب، ثلاث نقاط، صح. الاهلي لما كان متاخر، الكباتن كان بيتكلموا على ما قبل من 10 20 سنه تقريبا، الاهلي كان متاخر 11 نقطه عن الزمالك وخد الدوري. ممكن في ماتشات كتيره جدا ما كانش الاداء افضل حاجه، بس كانت النتائج جيده، صح، تمام. كل ما بتكسب يعني هناخد من الكباتن، كل ما بتكسب كل ما بتحط الخصم تحت ضغط. تخيل انت النهارده ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله وتكسب النهارده مباراه، حتى خد بالك وفي المباراه الكبير، ايوه، مش بالضروره انك تلعب كويس، مش بالضروره، بالضروره انك تلعب عشان تكسب. خد بالك فرق كبير جدا بين انك بتلعب عشان تكسب وانك بتلعب كويس، تمام. يعني انا عايز ايه؟ انا عايز اعمل تكتيك يتناسب مع الفرقه اللي قدامي. انت بتلاقي فرقه اتكلمتوا عليها من شويه ان هي فرقه يعني كسبت ست مباريات وتعادلت اثنين وخسرت اثنين، تمام، فرقه جيده، الكواليتي بتاعت اللعيبه كويسه، صح. انت المفترض انك بتلعب على الخصم اللي قدامك. انا بعمل المباراه وبعمل التكتيك بتاعي على حسب الخصم اللي قدامي، لانه فرقه المفترض ان هي من الفرق الكبيره، من الفرق الكويسه، الفرقه اللي عندها امكانيات وقدرات جيده، بتعرف توصل الجون بشكل كويس، بيعرفوا يلعبوا في نص ملعب بشكل كويس، عندهم مشاكل في الحته التحضيريه، الراجل بتاعهم يعني فيلسوف شويه، تمام؟ يعني عايز ينقل يعني وهو حتى تحت الضغط عايز يبتدي ينقل، ودي الحاجات اللي سببت له مشاكل مع الفرق الصغيره. ليه؟ لانك بتفتح الجيم قوي مع الفرق الصغيره، فبتدي فرصه للفرق ان هي تعمل عليك هجمات مرتده سريعه. عنده مشاكل في القلب. انا بقول النهارده ممكن على فكره يعني ليه لا انك تلعب على هجمه مرتده، تبني التاكتيك بتاعك على هجمه مرتده سريعه. ما بقولش ان انت عايز يغير في اسلوبه. انا بغير في اسلوبي على حسب كل ماتش يا كابتن ايمن. انا سيبك من الفورميشن اللي انا بحطها 4-3-3-3-4-3-4-4-2 يعني وات ايفر انت بتلعب باني فورميشن يعني. لكن انا بتكلم على المهام اللي موجوده في الملعب، المهام اللي بيديها لكل اللعيب، طريقه اللعب نفسها، الاستراتيجي اللي بيحطها المدير الفني عشان يقدر النهارده يكسب الماتش ده. عندك حاجتين مهمين جدا النهارده تكسب بيهم الماتش، الضغط من قدام على الاثنين السنتر باك في حاله التحضير، تمام، والاثنين الباكين الرايت باك والليفت باك، وانك تبني هجمه مرتده سريعه تشتغل عليها. ليه؟ لان الفرقه دي لما بتقفل في نص ملعبها عندهم لعيبه بتجري كتير في نص ملعب، بيقفلوا كويس، عندهم لعيبه عندها مهارات يعني بيعرفوا يلعبوا في نص ملعبهم في نص الملعب وقدامها يا كابتن ايمن، بيعرفوا يلعبوا تحت الضغط بشكل كويس، بيعرفوا يستغلوا المهارات بتاعتهم بشكل كويس. لما تديهم فرصه تديهم مساحه طبعا
وتديهم وقت عندهم لعيبه كوره ممكن يعني يتعبك شويه لان هو عنده لعيبه كوره. لكن انا بقول ايه، انك تقفل بشكل كويس. وخد بالك النهارده الارجنتين كسبت ازاي كاس العالم، مش عشان هي افضل فريق بيلعب كره قدم، لكن عشان اكتر فريق منظم في كاس العالم. اكتر فريق عنده سبيريت في كاس العالم، تمام، اكتر فريق عنده الرغبه للفوز بكاس العالم. هي دي الحاجه، هي دي الحاجات اللي بتفرق طبعا. هي دي الحاجات اللي بتفرق يا كابتن شريف. انا ممكن النهارده لما بلعب قدام فرق عندهم كواليتي كويسه يا كابتن شريف، وعندهم بيعرفوا يلعبوا تحت الضغط، لا مش لازم اضغط بطول الملعب، هيبقى صعب جدا عليا. لكن اضغط من نص ملعبي في حاله الدفاعيه او من قدام بسرعه، ابتدي اشتغل وانا في ال 45 يارد على الاثنين السنتر باك اللي موجودين والاثنين الباكين، ابتدي اغلطهم، لان هم عندهم فلسفه مختلفه شويه. صح. ان هي عدم التطفيش. صح. ما بلعبش كره طويله. صح. انا دايما عايز ابني، تمام. انت كواليتي السنتر باكس اللي موجودين في مصر مش احسن حاجه ان هو يبني هجمه، مش احسن حاجه ان هو يشتغل تحت الضغط. تمام، مظبوط. تاني حاجه انك تبني هجمه مرتده سريع. تمام، الفرق اللي زي بيراميدز والزمالك وفيوتشر والفرق اللي هي بتعتمد على المهارات وان هي بتبني لعب، دي بيبقى عندها مشاكل كبيره جدا في الهجمات، لان بيشتغلوا بباكين طرف، تمام، ولاعيبه نص ملعب كمان بتكمل في الهجمات، فيبقى عنده مساحات كتيره جدا تقدر تشتغل فيها. فدي ثلاث نقاط مهمه جدا جدا تقدر تشتغل النهارده عليهم مستر كولر. انا بس عايز الفكره كلها، انت عايز تكسب، فلازم عشان تكسب يبقى من جواك الدافع القوي جدا انك تكسب. انت بتتكلم على اللعيبه. بتكلم على لعيبه، مش بتكلم على المدير الفني دلوقتي، بتكلم دلوقتي على اللعيبه. أيوة. انا كلعيب النهارده خلاص، ما المدير الفني حط التاكسي بتاعه، خلاص حط التشكيل النهارده، واكيد قال التعليمات للعيبه، ودى الميشنز، وزع الميشنز على اللعيبه كلها، مين في الحاله دي الدفاعيه هنعمل، مين هيضغط، مين هيدافع، في الحاله الهجوميه مين هنلعب، هنشتغل بأني شكله بأني طريقه، هل هنشتغل من على، هنعتمد على الاطراف، هنعتمد على الكره الطوليه. انا شايف النهارده حاطط مجدي قفشه مع سافيو، كريم مع فؤاد. كريم فؤاد عنده لعيب، عنده سرعات. مجدي قفشه لعيب عنده كنترول كويس وعنده فيجن كويس، عنده رؤيه في الملعب بشكل كويس، ممكن نستغله في حته الكاونتر اتاك الثرو، انك تشتغل على سافيو وتشتغل على كريم فؤاد، تمام، في الهجمات المرتده السريعه ممكن نشتغل عليها بشكل كويس. هو خلي بالك رميه برده ناحيه حمدي، ومحمد حمدي بيحب قوي يطلع على طول يقدم على طول. ده فكر مدير فني، خد بالك. مزبوط. انا برده عايز واحد سريع في حته. مزبوط. انت الفرقه بتهاجم منها عليها. بالظبط. فاقدر اشتغل عليه كره طويله، كره طوليه، تمام، اشتغل في الحته دي. ما انا كمدير فني ده جيم برده بالنسبه لي، الاثنين مديرين فنيين على الخطوط بيلعبوا جيم قصاد بعض برده. أيوه. تمام، برافو عليك. صح. انا بفكر ازاي وانت بتفكر ازاي، انت هتلاعبني هتهاجم الحته دي، يعني معظم هجمات بيراميدز اي نعم بتيجي من عند حمدي، تمام، فانت النهارده لما تحط له كريم فؤاد لعيب عنده سرعه وعنده قوه والتحام، تمام، تقدر تعطله، مش بس تعطله، كريم برضو لعيب كويس، تمام، ممكن تستغل يعني كمان في هجمه مرتده. في هجمه مرتده سريعه ممكن تعمل تريك كده في الملعب، فتسيب كريم فؤاد في بعض الاوقات يستلم هو في المساحه الفاضيه، يبتدي يعمل هجمه سريعه، خاصه ان برضو الاثنين القلب اللي موجودين عند بيراميدز مش سرعة، يعني هم ممكن يكونوا لعيبه كره الى حد ما، لكن هم مش سرعة، يعني تقدر تشتغل عليهم بشكل كويس جدا كمان. وتقدر تشتغل عليهم واحد ضد واحد بشكل كويس. الاهلي النهارده عنده فرصه يعني مش عايز اقول تعويض، فرصه مكسب. لو كسبت النهارده اعتقد هتبقى دي المسج الحقيقيه في الدوري العام بالنسبه لكل الفرق اللي عايزه نفسك. النهارده الخصم اتغلب النهارده، فدي فرصه بالنسبه للنادي النهارده. على فكره ايا كانت النتيجه، صح، انت برضو بتلعب فريق قريب جدا من المستوى بتاعك، يعني ممكن وارد انك تتعادل، وارد انك ان شاء الله تكسب باذن الله، وارد لا قدر الله انك تتغلب. المهم انك يبقى عندك السبيريت وعندك الرغبه انك تكسب. أي. دي هتبان في اللعيب، من اللعيبه داخل الملعب. انا كمدير فني خلاص انا بعمل اللي عليا، بحط التكتيك، بشتغل هنا بقى كريم فؤاد في الحاله الدفاعيه تشتغل، هترجع مع فلان، الاثنين الموجودين بتوع نص الملعب هيشتغلوا في الحاله الدفاعيه، واحد هينزل تحت مع السنتر باكس، واحد الثاني هو اللي هيضغط. انت بتقول كمدير فني كل اللي انت عايزه للعيبه، لكن في الاخر اللعيب هو اللي بينفذ. في الاخر الروح القتاليه عند اللعيبه هي اللي بتفرق. صحيح. يعني انا بس عايز اللعيبه بتاعتنا تبص لفرقه الارجنتين كانوا عاملين ازاي في الماتشات الاخيره، في ماتشات ودي ماتشات كاس عالم. انت الروح القتاليه غالبه على كل حاجه، الضغط في كل حته في الملعب غالب على كل حاجه، عشان كده فرقه موجوده في مزبوط. في كاس العالم مش احرف فرقه. صحيح. ولا امهر فرقه، ولا عندهم، هم طبعا عندهم ميسي يعني بفرقه يعني ده وضع طبيعي، لكن انا بكلمك على بقيه ال 11 لعيب، فاهم قصدي؟ كل امكانياتهم ان هم امكانيات قتاليه، ان هم بيباصوا السهل،
بيضغطوا تمام. ودي فرقت معاهم بشكل كبير جدا 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 جدا، وصلتهم ان هم في الاخر خدوا كاس العالم. لعيبه النادي الاهلي لعيبه عندها امكانيات جيده، عندها كواليتي، لعيبه يعني تعرضت لمواقف كتيره جدا 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 صعبه جدا جدا. يعني من اللعيبه دي لعيبه كتيره جدا لعب افريقيا وكسبت وراحت كاس العالم وخدت مركز ثالث، فقابلوا محطات كتيره صعبه في المشوار بتاعهم مع النادي الاهلي. فانا شايف النهارده مكسبك وادائك الاثنين النهارده، ادائك القتالي خد بالك ممكن ما تعملش فنيات احسن حاجه، لكن ادائك القتالي النهارده رقم واحد هيرجع ثقتك في نفسك انت كلاعب، رقم اثنين هتفرق عن المنافس وتديله مسج قويه جدا، رقم ثلاثه واهم حاجه انك الجمهور بتاعك هترجع ثقته فيك مره ثانيه. صح، والجمهور ده ورانا على طول. طبعا كابتن النهارده يعني انت جبت لقطه كده، شفت الجمهور، الجمهور موجود في الملعب. بص جمهور النادي الاهلي لا يتخلى عنه في اي مكان. مزبوط. خد بالك انت صاحب الارقام القياسيه كلها. صح. مش حتى لو خسرت بطوله 2 3 5 6 اكيد عندك يعني مخزون كافي من البطولات يخلي جمهورك يشجعك في اي وقت. مزبوط. وطول الوقت يعني جمهور النادي الاهلي يدرك تماما مقيمه النادي الاهلي. تمام. صحيح. انت النهارده خسران 2 دوري عام صح ورا بعض. مزبوط. ومع ذلك انت الاكثر قيمه تسويقيه في الدوري المصري. طبعا. تمام. انت الاكثر عقود في الدوري المصري، انت عقود الرعايه. صحيح. البث التلفزيوني انت اكثر حاجه لانك انت صاحب الشعبيه الاكبر في الوطن العربي وفي افريقيا النادي الاهلي. فكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله النهارده. باذن الله. مباراه قتاليه جيده ان شاء الله ومكسب باذن الله. يا رب ان شاء الله. طيب قبل ما نطلع فاصل نقول تشكيل بيراميدز النهارده. احمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد الشيبي ظهير ايمن، محمد حمدي ظهير ايسر، وقلبي الدفاع علي جبر واحمد سامي. اربعه قدامهم بلاتي توريه من احسن لعيبه الدوري العام المصري في المركز ده، وخماسي المقدمه رمضان صبحي، مصطفى فتحي، عبد الله السعيد، اسلام عيسى، وفجري لاكاي. مره ثانيه احمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد الشيبي ظهير ايمن، محمد حمدي ظهير ايسر، وقلبي الدفاع علي جبر واحمد سامي. قدامهم بلاتي توريه، وخماسي المقدمه رمضان صبحي، اسلام عيسى، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، وفجري لاكاي. اللعب على الورق 4-1 4-1، لان الاربعه اللي قدام بلاتو توريه تقريبا بيعتمدوا على مهاراتهم واللعب الهجومي اكتر منه لعب دفاعي، فاعتقد ان هم هيلعبوا بنفس الاسلوب 4-1 4-1. احتياطي بيراميدز النهارده شريف اكرامي لحراسه المرمى، اسامه جلال، عبد الله مجدي، كريم حافظ، محمود عبد العاطي، ابراهيم عادل، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، ودودو الجباس. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار على تشكيل الفرقتين، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تشكيل النادي الاهلي النهارده ورايك فيه؟ ده تشكيل عادي وبيلعب نفس الاسلوب 4-2-3-1، نفس الطريقه ونفس اعتقد يمكن زي ما شمالك التغييرين بس تغييرين في الفريق. بتلعب النهارده التكتيكس بتاع فرقه بيراميدز هو اللي بيحدد لك الشكل اللي اللعيبه دي مهما احنا قلنا ومهما اتكلمنا ومهما قلنا ارائنا في وجود مثلا حمدي فتحي كنت لازم تلعب 4-3-3، نفس قفشه وبرونو ما كانش المفروض يكون الاثنين بيبتدوا النهارده مع بعض، انما هو الراجل حابب ان يكون في اثنين لعيبه جنب بعض لعيبه كوره. لعيبه كوره. يملوا المنطقه دي مع علي معلول اللي هو اساس والتيمبو بتاع الفريق كله، على زي ما بلال قال لك الناحيه اليمين عندنا لازم كريم فؤاد وهاني يبقوا في منتهى الشراسه وفي منتهى الانطلاقات عشان تقدر توفر لشادي حسين اللي لازم النهارده يبقى فوق العاده. يعني النهارده لازم يبقى مهاجم فوق العاده كمان، انك بتلعب فرقه يعني مجمل الهجوم بتاعهم رمضان واسلام وعبد الله ومصطفى فتحي وفجري لاكاي وبلاتي توريل وراهم،
فرقه عايزه مجهود قوي، مش كده؟ تتخيل انت ان لازم يكون حمدي فتحي موجود في التشكيل بتاعنا ده. حد بلال قال لك حاجه حلوه قوي، استحواذ انا مش هقدر استحوذ كتير مع الناس دي، بيحبوا ياخدوا كره، هم عندهم شخصيه التعالي في الكوره وازاي يقدموا كوره حلوه. وهو جاي تروح هناك بكعبه مش عارف ايه، بيدوروا على الشو يهزوك نفسيا. هم كمان يا كابتن شريف هم ما عندهمش جمهور بيضغطهم او كمان بيلعبوا زيك هو بيلعب بالظبط، هو بيلعب جيم لنفسه مش لحد تاني. يعني اي لعيب من اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز مش مطلوب منه اكتر من ان هو يعدي بالظبط، يعدي الوقت وهو شكله كويس او نتيجه كويسه، هو ده الشكل. عبد الله سعيد اللي هو كان بره الفرقه بقاله كام ماتش، النهارده رجع وبقت الدنيا حلوه، والاهلي بقى هنلعب ايه ايه، نخش نعمل ايه حتتين بتوعنا ونقول كلمتين بتوعنا، وهو على طول هتلاقيه راكن ناحيه الشمال عشان مش هيقدر يواكب الرايح جاي والجري ويستلم الكره ويعمل لك الناحيه الثانيه بالنسبه لاسلام عيسى او مصطفى فتحي او مصطفى فتحي وعلى حسب تحركات الراجل فيروز بتاعهم. فرقه كويسه، فرقه تقيله بصراحه، لما لو هيلعبوا في حالتهم البدنيه كويسه انت لازم تواكب معاهم روح جامده جدا، لازم يكون عندك سرعات جامده جدا، مفيش ميس باص كتير زي ما بنتكلم كل مره. مش دي الفرق اللي انا ابقى بلعب وهكسب في اي وقت. مش هينفع النهارده الضغط واستغلال الفرص اللي هي انصاف الفرص اللي كنا بنتكلم عنها والتصويب، ما هو في فرق انت عشان تخترقها بيبقى مش صعب، انما لما بتروح ليك فرصه ولا اتنين لازم انت تبقى مجهز نفسك نفسيا ازاي تستغل الكره دي، مجهز نفسك بجد، متخيل ان الكره دي يا اسامه لو جات لي انا في اللحظه دي انا هتصرف ازاي، ما تبقاش ايه مفاجاه بالنسبه لي. زي مثلا كره اتلعبت محمد هاني الماتش اللي فات اتفرجت عليها، لعبها بالعرض فحسين الشحات وصلت له كويس، فبدل ما يوقفها ويبتدي يبتكر ويروح واخدها عاملها بليسنج او يحطها لحد جاي، راح واخدها بليسنج على طول شمال. لا النهارده الحاجات دي مش بختك يا ابو بخيت، مش نجرب، لا عايزين اهتمام شويه، تحسسهم كمان ان انت واقف على رجليك. صحيح. تحسسهم انت بتلعب النادي الاهلي، فباذن الله تشكيل جيد جدا في حاله التعامل مع الهجمات بشكل جدي. انت لو كمان ربنا كرمك وحصل انك انت جبت جول في الاول، اتفرج بقى. صحيح. هتلاقي نص لعب بيراميدز مش اللعب الطبيعي بتاعه. صحيح. طيب كابتن اسامه، رايك في تشكيل الفرقتين وكل مدرب بيفكر في البدايه ازاي؟ اعتقد ان مستر كولر هيفكر في الضغط من الاول، من البدايه. هقول لك ليه، لانه انا بتكلم على التشكيل ده. ايوه. لانه لو التفكير انه يلعب في نص ملعب ويلعب هجمات مرتده، فانا مش ممكن هحط ثلاثه عندهمش سرعات كبيره. يعني برونو سافيو ما عندوش سرعات كبيره انك تلعب نص ملعب وتجريه مسافات طويله. نفس الشيء شادي حسين، نفس الشيء قفشه، يعني هو الوحيد اللي عنده قدره انه يقطع مسافات كبيره بسرعه كبيره عاليه في الهجوم المرتد كريم فؤاد. قفشه ممكن بالتمرير، لكن انا بتكلم على قطع مسافات كبيره. فده اعتقد هو ده التفكير اللي هو بيفكره، وهو كل الماتشات اللي فاتت بيعمل كده، يعني بيضغط من القدام. حاجه ثانيه، لازم يضغط من قدام. ليه؟ من وجهه نظري مدرب بيراميدز من ايام ما كان في دجله وهو الناس بتقول انه بيبتدي من الخلف بالظبط، وما بيحبش تشتيت. ماتشات كتيره لينا مع بيراميدز النادي الاهلي بالضغط الامامي غلطهم كتير جدا، وبيوقع المدافعين وحارس المرمى في اخطاء كبيره، لانه احيانا حتى داخل الستة ياردة لسه بيباصي وفي وقت مضغوطين فيه. صح. فممكن انت تستغل الخطا في التمرير منهم، سواء هم نفسهم يخطئوا او انت لما تضغط تقطع في مسافات قريبه او من مرماهم من داخل ال 18 من الخطوره، سجل خطوره. فانا اتصور انه لازم يبدا ضاغط للسببين دولت. الحاجه الثانيه، لازم تهتم قوي بالضربات الثابته اللي تجي لك. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول لما بيعمل الكورنرز والحاجات دي، الضربات الثابته خطره جدا عليهم. ونفس الشيء، وهم برضو مميزين خلي بالك في الضربات الثابته. مظبوط. لما نيجي نتكلم عليهم هم مميزين قوي، علي جبر واحمد سامي لما بيطلعوا في الضربات الثابته في الكورنرز والفاول والحاجات دي. صحيح. عبد الله السعيد واحمد سامي الكورات اللي بره ال 18 الفاولات بيعملوها بدقه كويسه، فبرضه لازم ناخد بالنا من دي. الحاجه اللي عندهم
سلبيه وبتديهم قوه في الهجوم بس بتديهم سلبيه في نص الملعب، ان الرباع اللي احنا اتكلمنا عليه قبل يعني كلنا، مصطفى فتحي، عبد الله السعيد، اسلام عيسى، رمضان صبحي، الاربعه لعيبه كوره والاربعه عندهم قدرات في الناحيه الهجوميه كويسه. مصطفى فتحي بيعرف يدخل للعمق ويسدد، ده رجله كويسه. رمضان طبعا امكانياته الفرديه كويسه. اسلام عيسى بيروح على الجون وبيسدد. عبد الله السعيد لما بتديله الوقت والمساحه، عبد الله سعيد لو انت مش ضاغط عليه تملي وقرفه بالضغط بالزبط. لما بياخد الوقت والمساحه راح. عنده رؤيه كويسه كويس. في التمرير طبعًا. عنده رؤيه كويسه في التسديد. لكن مشكلتهم في ايه بقى؟ ان بلاتي توري بيبقى عليه عبء كبير لوحده في نص الملعب، ان يتحمل انه عبد الله مثلا ارتداده يبقى ضعيف، هو عبد الله هو اللي هيكون جنبه هي. واسلام عيسى من الناحيه الثانيه، ورمضان في الطرف الشمال، ومصطفى فتحي في الطرف اليمين، وبيرجعوا الحوال الاربعه حوالين بلاتي توريه، بس مش بيرجعوا بالقوه الشديده. صحيح. فدي انت ممكن تستغلها بقى، انك تسيطر على وسط الملعب وتبتدي منه. عندهم محمد الشيبي ناحيه اليمين بيعمل كرات عرضيه خطيره، نفس الشيء محمد حمدي، لكن انا فخر الركاي لعيب كويس وكل حاجه، بس مش السوبر. فهي المهم الضربات الثابته، نهتم ان علينا ولينا السيطره على وسط الملعب، الضغط من الامام عشان تغلطهم لما يجي يبتدي البناء، واستغلال الفرص المتاحه. طبعا استغلال الفرص. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا محمد. من جديد تحياتي ليك كابتن ايمن، ضيوفك الكرام في الاستوديو، وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ومباراه الاهلي وبيراميدز في اطار مباراه الجوله 11 من الدوري المصري الممتاز. كان ابرز حاجه هنا في استاد القاهره كابتن ايمن هي اللوحه الجميله اللي بيرسمها من خلفنا جمهور النادي الاهلي، وتشجيعه المتواصل منذ وصول لاعبي فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه، وحتى الان بشكل غير يعني منقطع النظير. جمهور النادي الاهلي بيجي فعلا بيمثل لوحه اكثر من رائعه هنا في استاد القاهره الدولي. لاعبي النادي الاهلي كمان بيجروا عمليات الاحماء في هذه الاثناء. كان الفريق وصل مبكرا يمكن قبل الماتش تقريبا بساعتين الا ربع، الفريق نزل فيه تمام السادسه والثلث لاجراء عمليات الاحماء والتي تستمر حتى الان. كمان فريق بيراميدز على الجانب الاخر يجرى عمليات الاحماء. يمكن لقطه كويسه جدا والروح الرياضيه ما بين الجهازين الفنيين، مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي ومصافحته لتكيج جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز. زي ما قلت لحضرتك ابرز ما هنا ابرز ما هنا في استاد القاهره هو جمهور النادي الاهلي اللي بيزين جنبات النادي الاهلي، جنبات استاد القاهره وفي مكانه المخصص ليه وهي مدرجات الثالثه شمال. ان شاء الله كل دعوات جمهور النادي الاهلي، وزي ما الجمهور هنا في الملعب بيرسم روحه اكثر من رائعه في تشجيع اللاعبين، نقول كل الجمهور كمان في البيوت وامام الشاشات بيدعو للفريق ان شاء الله تحقيق ثلاث نقاط جديده. كمان عايز اكلمك عن طاقم الحكام اللي كان حريص جدا اول ما وصوله هنا لارض الملعب انه يكون يعني الاطمئنان على سلامه الشباك وخطوط الملعب، وكان اكتر حاجه يعني حريص عليها طاقم التحكيم هو الاطمئنان على تقنيه الفار او الحكم المساعد الفيديو، كانوا حريصين جدا ان هم يطمئنوا عليها وشيكوا عليها لمده كبيره جدا. وكان طبعا برفقتهم كابتن محمد معروف الحكم المصري الرابع في هذه المباراه. كل اجواء هنا سواء ارضيه الملعب، درجه الحراره، او جمهور النادي الاهلي العظيم من خلفي من هنا كابتن ايمن، ان شاء الله كلها اجواء تقول ان احنا هنتفرج على مباراه كبيره ان شاء الله. التوفيق كمان يكون معانا، النادي الاهلي يبذل اداء اكثر من رائع، وكمان نتيجه اكثر من رائعه ترضي جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يبقى دائما يا رب النادي الاهلي رقم واحد، ويبقى دائما في المقدمه. كابتن ايمن كمل حضرتك، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، وكل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. كابتن عادل، رايك في تشكيل النادي الاهلي؟ والزمالك كابتن اسامه عرابي هو تقريبا المدير الفني النهارده تاكس بيدفع بالقوه الهجوميه كلها على حساب وسط الملعب الدفاعي. طيب ناخد تشكيل النادي الاهلي، في ثلاث تغييرات في النادي الاهلي النهارده. كريم فؤاد وعمرو السوليه وساجيو مكان عبد القادر وحسين وحمد اللي بدأوا ومش لا سافيو ابتدى الماتش. سافيو ابتدى هو سوليا وكريم سوليا. اللي انا عايز اقوله يا كابتن، انا دائما بقول ان النادي الاهلي دايما تبقى بدايته دفاع، اللي هو مع انا بتكلم على بيراميدز اللي هو ما يديهمش مساحات اللعب وكده. انا النهارده بقول لك العكس تماما، انا اتمنى من كولر النهارده يلعب لعب مفتوح قوي. ليه؟ عندك رمضان صبحي واسلام عيسى وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي، دول ما بيعملوش لوحه دفاعيه. مظبوط، دول ملعبوهم الحاجات الضيقه والصغيره. انت لو فتحت المساحات عليهم هيبقى واحد ضد واحد، انت هيبقى عندك السرعات وهتبقى عندك الاقوى. ده واحد. اتنين، توسع ارض الملعب. توسع لهم ارض الملعب وهي الكره معاك.
أيوة هم اوريدي في الكوره معاهم هيعملوا ايه؟ ان هم هيتجمعوا علشان يلعبوا اللعب اللي هو تكيس بيلعبه اللي هو اللعب الصغير. وهو اصلا مهتم بالمجموعه دي كلاعيبه اسلام عيسى وعبد الله وفتحي ورمضان عشان الحته دي، عشان حته ايه يعني الباص والتحرك، الباص والتحرك. هيعملوا الناحيه الهجوميه قويه، ايوه هيبقوا خطرين جدا من ناحيه الهجوم. أيوة. ولكن الارتداد. لو الارتداد مش هيبقى فيه ارتداد خالص. فيبقى انت لازم يبقى عندك سرعات، لازم توسع المساحة علشان كل واحد يلعب في مساحة كبيرة علشان ما يقربوش من بعض كتير. انا بكلمك انت لو وسعت المساحة هيجوا معاك. لما الكرة تتقطع تجيبها من مكانك مش هيبقى فيه تضييق مساحات تاني. علشان كده بقول لك انا من عادتي بحب ان الملعب يبقى 30 ياردة 40 ياردة اللي في النص نلعب فيهم. لا انا النهاردة عايز اوسع المساحة، عايز ابقى سرعات، عايز العب لعب مباشر مهم صحيح. جدا مش عايز اديهم فرصة التكتل واللعب ولا والتكتل واللعب يا كابتن في المثلثات اللي بيعملوها، لانهم فكرتهم الوحيده مش هيبقى فيها زي فخر الدين بن يوسف وبيلعب عنده سرعات لازم يجري ولازم يتحرك ولازم يجي من تحت والحاجات دي. لا هم فكرتهم النهارده انه يمسك الكوره ويدور كتير قوي وحاطط يعني مثلا انا بكلمك على رمضان ممكن يكون عنده قوه شويه وبيروح ناحيه الشمال، مصطفى فتحي لعيب كويس لكن برضو من مش طرف اللي هو بيروح من غير كوره. رمضان صبحي الوحيد اللي ممكن يروح من غير كوره. سو عبد الله لازم الكوره تبقى في رجليهم. علشان كده النهارده وسع مساحه الملعب وانت معاك الكوره، اهتم بالكوره رقم اتنين الثانيه، الكوره الثانيه هتمسك النهارده بيراميدز تعمل عليهم جيم كبير. استغل فرصه انك تجيب الهدف الاولاني علشان يغيروا من طريقه لعبهم. هيعملوا التدوير وهيعملوها طويله، ما عندهمش حد الطويل. هتلاقي المدرب بيغير وهينزلك فخر الدين بن يوسف عشان يلعب جنب لقاي ويشيل واحد من الاربعه عشان ينزلهم تبقى ايه 4-3-3. هينزل واحد في وسط الملعب. ولكن في الاخر النادي الاهلي النهارده حاجتين مهمين لازم يعملهم، لازم استغلال الفرصه الاولى، الحاجه الثانيه الكور الثابته، الحاجة الثالثة تنظيف ال 18 من الوقفة الدفاعية في الكورنر. بمعنى مش عايزين حتة ان في فكرة دلوقتي انه هتلاقيها تتعمل اول ما فرقة بتحصل فيها هدف من هذا القبيل تلاقي المدرب الماتش اللي بعده يقول لك اعملها عشان دي خطأ عنده. هتلاقي التكتل جوه خط الجون، فلازم الشناوي يوسع الناس كلها ومش لازم يوقف حد من عنده. اول واحد يبقى عنده مش لعيب النادي الاهلي، اللي يبقى عنده لاعب بيراميدز الاولاني. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مره اخرى ولقاء مع حكم المباراه البولندي وانطباعاته عن مباراه اليوم. اتفضل يا محمد. تحية ليك مره ثانيه يا كابتن ايمن وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان واليوفا الكرام. ومعانا حكم اللقاء وحكم نهائي كاس العالم الاخيره ميسر مارسينياك، يعني بنرحب بيه في البدايه. فيرست اوف اول ويلكم تو ايجيبت. في البدايه اهلا بك في مصر، ما هو شعورك في زيارتك الثانيه الى مصر بعد تحكيم كاس العالم؟ إنه شعور رائع وجميل جدا تلقي دعوة من مصر. هذه ليست وظيفة عادية بالنسبة لي، أنا أحب عملي وحان الوقت لننسى كأس العالم ونواصل العمل في بطولة أخرى ومكان آخر. هذا اللقاء هام بالنسبة لي أن أظهر أداء جيدا وإثبات أن نهائي كأس العالم لم يأتي لي بالصدفة. شكرا جزيلا. كابتن ايمن دقق لقائنا مع حكم المباراه وحكم نهائي كاس العالم الاخير مارسينياك، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق كمان لطاقم الحكام البولندي اللي كان بيقود اللي هيقود المباراه ان شاء الله النهارده، وباذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. كما حضرتك كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن بلال كعادتك دائما سيناريو الشوط الاول بتقرا صح؟ سيناريو الشوط الاول انا اعتقد من بدايه الماتش بيراميدز هيبتدي يضغط على النادي الاهلي، هيبتدي هيحاول يستغل عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومن الناحيه الثانيه مصطفى فتحي في الضغط، وان هم يستغلوا المهارات الفرديه بتاعتهم. خد بالك انت، انا لما يبقى عندي مدير فني، انا كمدير فني يبقى عندي لعيبه عندها مهاره في بدايه الماتش، بحاول ان انا اقول لهم حاول تستغل المهاره بتاعتك دي. تمام، حاول تروح ضد واحد عدي، حاول تروح ضد واحد تاخد فاول، يعني تقلق المدافع بتاعك، تخليه قلقان شويه. عشان كده انا
وجهه نظري الشخصيه ان الاهلي ما يلعبش جيم مفتوح النهارده، يلعب جيم مقفول. جيم مقفول عشان ما تديش فرصه للعيبه اللي عندها مهارات. يهمك الاول النهارده التامين الدفاع. انا يهمني الـ 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 التوازن يا كابتن علي. يهمني ان النادي الاهلي النهارده ما يبقاش الجيم مفتوح بالنسبه له، فيبقى انت يبقى انت بتعاقب في اي وقت من الاوقات. تخاف لا قدر الله مثلا يجي هدف مبكر. خد بالك ولا انت حاجة خد بالك انا افضل انا بفضل طبعا طول الوقت انك تلعب جيم مفتوح، بس امتى؟ لما اكون فايق، لما يكون انا الفرقه عندي بدنيا واقفه على رجلها، فنيا عندهم ثقه، جاي من مكسبين ثلاثه، فبتدي انت عندك كل الامور اللي تؤهلك انك تلعب جيم مفتوح، ما عندكش اي مشكله في اي حاجه. صحيح. تمام. انما النهارده انا بس ما اخشاه انك انت عايز تستعيد الثقه. خد بالك، فكون ان انت عايز تستعيد الثقه مش عايز الماتش يهرب منك في البدايه، لا قدر الله ممكن يجي في الجول فيبتدي انت تروح في حته ثانيه مختلفه خالص. لا، انا عايز انك تنظم بشكل كويس جدا، تامن بشكل كويس جدا، وتقدر تكسب، لان انت برضو عندك مهارات، انت برضو عندك لعيبه عندها امكانيات وعندها سرعات، انت برضو تقدر تستغل الكرات الثابته اللي بتجيلك، انت عندك برضو باك ليفت هتعتمد عليه بشكل كبير جدا ويبقى جبهه قويه جدا جدا بالنسبه لك. يعني اتمنى النهارده يبقى فيه الكيمستري تبقى موجوده ما بين سافي وما بين علي معلول النهارده تحت الشمال، يعملوا شغل جيد، وعملوا قبل كده خد بالك في بعض اللقاءات عملوا شغل جيد من الحته دي. واعتقد هو سافيو كمان ده المركز الطبيعي بتاعه او الرئيسي بتاعه من وجهه نظر يعني. فالنهارده انت لو 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 قفلت مساحتك بشكل كويس يا كابتن ايمن، تمام، ما اديتش وقت للمنافس، ما اديتلوش مساحه، اللعيبه المهاريه بتزهق بسرعه، بتمل بسرعه. يعني بص لما يلاقي بيرقص واحد ويخش في الثاني تلاقيه في ضغط، تاخد بالك؟ وتخد بالك، وكل ما المسافه ضاقت كل ما تقدر تعمل الضغط بشكل افضل، عكس ما المساحات تبقى واسعه عشان تعدي من واحد يبقى عندك مساحه تروح الامور بتبقى صعبه شويه. صحيح. عبد الله السعيد من اللعيبه المفترض يتلعب عليها مان تو مان، تمام؟ انا ما بحبش المان تو مان دي خالص على فكره، ولا بقى احبذ، بس هو لعيب بيهرب كتير، بيحب يستلم في الحتت الفاضيه، وهو عنده رؤيه كويسه، بيحب يروح على الجنب الشمال اليمين شويه، على الشمال شويه، يعمل ملعب الاهلي. طبعا في نص ملعب الاهلي يعمل الدبل باص، فلو اتضغط عليه بشكل كويس هيفقد نادي البيراميدز يعني عنصر مؤثر جدا من اللعيبه اللي بتشتغل في الحته في هيضطر ينزل نص ملعبه هو، هيضطر يا كابتن ينزل نص ملعبه هو، فيديك ايه؟ يديك راحه في نص ملعب، فاهم قصدي؟ فانت النهارده مهم جدا تضغط بشكل كويس، اول ثلث ساعه تفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا، زي ما اتفقنا يا كابتن انك تضغط عليهم بشكل كويس قوي، خد بالك ما تديهمش فرصه النهارده يلعبوا، تضيق المساحات. اعتقد الجيم بالنسبه لك هيبقى بعد كده سهل، لو ضيقت المساحه وضغطت عليه وما اديتوش فرصه ان هو يشتغل واحد ضد واحد او يشتغل الحاجات اللي فيها دبل باس، تاخد بالك، اعتقد الجيم هيبقى صعب جدا بالنسبه لك، هتبتدي انت عمليه التحول بالنسبه لك، النادي عمليه التحول، عندك سرعات وعندك مهاره وعندك كرات ثابته وعندك لعيبه عندها رؤيه في الملعب وعندك هجمات مرتده سريعه تقدر تشتغل عليها، واكيد في بعض الاوقات او في اوقات كثيره جدا اعتقد الاهلي هيضغط بشكل كويس في نص ملعب بيراميدز، لانه برضه بيراميدز عنده مشاكل كتير. بس انت وجهه نظرك اساسيه انك انت ما تستقبلش هدف. لازم في بدايه الماتش ما ينفعش تستقبل هدف ايا كان الوضع، ما ينفعش تستقبل هدف على الاطلاق، لانه هيصعب، هتضطر انك كمان هتفتح الجيم بعشوائيه شويه. مظبوط. تمام، لانك هتبقى محتاج انك تعوض، انت محتاج تعوض، الجيم هيبقى تلعب جيم كده في ستريتش هيبقى صعب عليك. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.